بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم، آمين آمين. وصلنا وبعد، فهذا هو الدرس 94 من سلسلة دروس كتاب اللباب شرح متن الكتاب للعلامة الشيخ عبد الغني الغنيمي الميداني رحمه الله تعالى ونفعنا به، آمين آمين. وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى: باب السلم. أحبابنا، هذا الباب هام جدا وينبغي التنبه له، لأنه ربما يعني يلتبس على كثيرين، أو نقول على بعض الطلبة في بعض المسائل يظنها سلما وهي ليست من باب السلم بشيء. فلذلك التنبه أثناء قراءة الدرس، وإن كان ثمة سؤال نطرحه. قال: السلم لغة السلف، وزنا ومعنا. السلم السلف، إيش عن السلف؟ تدفع معجلا، تدفع معجلا. وشرعا بيع آجل، بيع آجل بعاجل، أدفع الثمن، أدفع الثمن عاجلا وتعطيني السلعة آجلا. نلاحظ هذا على خلاف الأصل، على خلاف القياس. القياس أول شيء أن البائع يحدد المبيع، يقول بعتك هذا القلم، لابد أن يكون المبيع متعجلا، بعد ذلك ندفع الثمن. الثمن الآن في السلم، الثمن هو المتعين، يدفع قبل وجود السلعة المشترى أو المباعة. تسلم السلعة المباعة والمشترى في آجل، في أجل محدد، بعد شهرين، بعد 3 شهور، بعد سنة، أجل يتفق عليه المسلم والمسلم إليه. قال: وشرعا بيع آجل بعاجل، وركنه ركن البيع الإيجاب القبول، أن يكون العاقدان عاقلين بالغين، كل منهما أهلا للتصرف. ويسمى صاحب الثمن رب السلم. صاحب الثمن، أنا الآن سأشتري منك بضاعة، أدفع الفلوس، أنا رب السلم. والآخر الذي سيأتي بالسلعة بالمبيع المسلم إليه، والآخر المسلم إليه، والمبيع المسلم فيه، المبيع المسلم فيه. قال: وهو ما حكم السلم، بيع السلم؟ قال: جائز. جائز مطلقا؟ قال: لا، ليس مطلقا، جائز في الذي يمكن ضبط صفته. ماذا يعني ضبط صفته؟ قال: كجودته. اشتريت منك حنطة جيدة، إنتاج عندنا مثلا الحنطة الحورانية مثلا، أو الحنطة الجزيرية من الجزيرة عندنا في الشمال الغربي أو الشرقي، عفوا في الشمال الشرقي، معروفة بجودتها، كجودته ورداءته، لابد أن يبين. الآن صار عندنا شيء اسمه نخب أول، أبيعك حنطة نخب أول، نخب ثاني، نخب ثالث، وهكذا. في الذي يمكن ضبط صفته كجودته ورداءته ومعرفة مقداره. وكيف يعرف المقدار؟ بالكيل والوزن. قال: وذلك بالكيل في المكيلات، والوزن في الموزونات. طبعا أحبابا، هنا لابد من الإشارة، ما قال في الكيل في المكيلات والوزن في الموزونات، المراد، وهذا ذكرته أظن سابقا، ذكرناه لعله في غير، أحيانا يلتبس علي أين ذكرت هذا الكلام، لعله في درس آخر. المراد بالموزونات هنا أحبابنا غير الدراهم والدنانير،
غير الدراهم والدنانير، لأن الدراهم والدنانير أثمان، والمسلم فيه لا بد وأن يكون مثمنا، لأنه مبيع. نعم. قال: وهو جائز في الذي يمكن ضبط صفته. طيب، الآن سيأتي مع في مسائل هناك نتحدث عنها لاحقا. الله. وذلك بالكيل في المكيلات، والوزن في الموزونات، والعد في المعدودات، والعد في المعدودات التي لا تتفاوت، العد في المعدودات المتقاربة. لذلك قال: الذي لا تتفاوت. إذ هنا في المعدودات يعني المتقاربة، هكذا أكتب عندك في المعدودات، أي المتقاربة. نعم. التي لا تتفاوت آحادها كالجوز والبيض ونحوهما. لأنه أحبابنا العددي المتقارب، الجوز، البيض، هذا مضبوط الوصف، وصفه مضبوط وقدره معلوم. إيه نعم. وهو مقدور على التسليم، فلذلك جاز السلم فيه، جاز السلم فيه. إذن كالجوز والبيض ونحوهما. إيه نعم. قال: والعد في المعدودات التي لا تتفاوت آحادها كالجوز والبيض ونحوهما، وكذا يجوز في المزروعات لإمكان ضبطها بذكر الزرع طولا وعرضا، والصنعة أيضا، أو الصفة والصنعة، ولا بد منها لترتفع الجهالة. لا بد من ذكر الزرع والصفة والصنعة لترتفع الجهالة عن بيع المزروع، فيتحقق شرط السلم، أو فيتحقق شرط صحة السلم. إلى هنا أحبابنا، ما ذكرته واضح أم يحتاج إلى إيضاح؟ قال: ولا يجوز. نعم فضل. وهذا ممكن مثال ما لا صفة له، يعني مثلا كيف؟ لا يمكن ضبط الصفة دي، مثلا ممكن مثال له، لا يمكن ضبط صفته. نعم. المتفاوت، الأشياء المتفاوتة، أشياء متفاوتة لا يمكن ضبط صفتها. مثلا سيارة مولانا. هل سيأتي معك أنه يصح بيع السلم بالسيارة أم لا يصح؟ الأشياء المتفاوتة هي التي لا يمكن ضبط صفتها. سيأتي معك أنه هل يصح السلم في العربيات والسيارات أو لا يصح؟ لما نقرأ البحث وتقف أنت على شروط صحة السلم، يتضح لك واضحا تماما ما يصح فيه السلم وما لا يصح فيه السلم. شرع الآن في بيان ما لا يصح فيه السلم، سيتحدث بالتفصيل عما لا يجوز فيه السلم. قال: ولا يجوز السلم في الحيوان. لا يجوز السلم في الحيوان، يعني أنا مثلا أعطيك 1000 درهم على أن تحضر لي، تبيعني 1000 أو 100 بقرة، 100 بقرة بعد شهر أو شهرين. هذه، لاحظ الآن مثال، سبحان الله، هذا مثال. الأبقار متفاوتة. إيه نعم.
بقرة تنتج 10 كيلو لبن حليب، وبقرة تنتج 20. الأبقار أحجامها متفاوتة، أشكالها متفاوتة، لها معان، لها معان تختلف، واضح؟ فلذلك لا يجوز السلم في الحيوان، سواء كان هذا الحيوان دابة كالبقر والخيول والمواشي، أو كانت عبيدا كالرقيق. ليه؟ لماذا لا يصح؟ لاحظ، قال للتفاوت في المالية، تتفاوت في قيمتها، يعني تتفاوت قيمتها باعتبار المعاني الباطنة. إذا كان المراد بالحيوان هنا الرقيق، تختلف قيمة الجارية الجميلة عن الجارية غير الجميلة، إذا كان الشاري يبحث عن الجمال، وتختلف قيمة الجارية الفصيحة عن الجارية غير الفصيحة، تختلف قيمة العبد الحسن الخلق عن العبد سيء الخلق، تختلف قيمة العبد الكيس العاقل عن قيمة العبد الغبي. فأنت قد ترى عبدين متساويين لونا وعمرا وجنسا وطولا ووزنا إلى أي غير ذلك، ولكن هذا غبي وهذا كيس، فمختلفا في القيمة. وكذلك أحبابنا، بعض الناس ينظر يبحث عن البقر الجميل، يريد أن يشتري بقرا جميلا، كل إنسان له اهتماماته الخاصة، فإن هذه الحيوانات متفاوتة في المالية كما قال الشيخ باعتبار المعاني الباطنة. لذلك المعصوم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السلم في الحيوان، واضح إن شاء الله. قال ولا في أطرافه، كذلك لا يجوز السلم في أطراف الحيوان كالرؤوس. أنا أعطيك 100 درهم على أن تعطيني 20 رأس غنم، كذلك لا يصح هذا السلم. والأكارع أيضا، أقدام يعني الدواب، هذه تطبخ، وعندنا في الشام هناك أناس يعني يعشقون هذا الأكل، تطبخ ويخرج المرق وتفعل منه فتة تسمى، يعني بعضهم يحبها وبعضهم لا يحبها، وأنا من الثاني، من البعض الثاني، لا أستطيع أن أنظر إليها ولا أن أستطيع أن أرى، وأنا كذلك شيخي، سبحان الله، سنة اثنين، لا أستطيع أن أراها ولا أن أرى من يأكلها ولا أن أشم رائحتها. أما أنا أسرتي وأهلي بأهلي يعني في كلهم يحبونها تماما، سبحان الله. المهم أقال إيه، هذه الأكارع، هذه إيش الأكارع، وهذه الأكارع أحبابنا كذلك عددية متفاوتة، عددية متفاوتة، فلا يمكن تقديرها لاختلافها بالصغار والكبر. والبقرة قد تكون هزيلة وقد تكون سمينة، فيفضي السلم فيها إلى منازعة، وكل عقد أو كل جهالة تفضي إلى المنازعة نحكم على العقد بالفساد، نحكم على العقد بالفساد. إيه نعم، هذا هو المذهب عندنا. لكن للكمال ابن الهمام رأيه الخاص في المسألة، يقول الكمال ابن الهمام، أنصح بكتابة هذا عندكم على هامش الكتاب، يقول لا بأس عندي بالسلم في الرؤوس والأكارع، نعم، وزنا بعد ذكر النوع، يعني بعد أن يذكر الشروط، باقي شروط السلم، نعم، لأنه وإن وجد، هكذا يقول، وإن وجد التفاوت، ولكن هذا التفاوت غير فاحش، هذا التفاوت غير فاحش فلا اعتبار له، والله تعالى أعلم. قال ولا في الجلود عددا،
كذلك لا يصح السلم في الجلود عددا. لماذا؟ قال لأنها لا تنضبط بالصفة. هل هنا نستطيع أن نقول لأنها الضمير راجع إلى كل من الأطراف والجلود، لأن كل من الأكارع والأطراف والجلود لا تنضبط بالصفة ولا توزن عادة، ولكنها تباع عددا، وهو أو وهي عفوا عددي متفاوت، فيفضي السلم فيها إلى ماذا أحبابنا؟ إلى المنازعة، فيفضي السلم إلى المنازعة. إينا. كذلك الكمال ابن الهمام تحدث عن السلم في الجلود، فقال يصح السلم في الجلد، نعم، إذا ذكر بالعدد، نعم، عدد الجلود، نعم، فيصح ذلك بأن يذكر يعني الطول، المقدار الجلد، طول وعرض، وبعد نوعه، كأن يقول مثلا جلد البقر، جلد الغنم، قال فيجوز ذلك أيضا بعد أن يحدد طوله وعرضه ونوعه، فيجوز. هذا قول من؟ الكمال ابن الهمام في فتح القدير. قال ولا في الحط في الحطب حزما، كذلك لا يصح السلم. أنا أقول لك مثلا بعني أو أسلمت إليك ب10، بعتك اشتريت منك سلما 10 حزم أو 100 حزمة حطب، كل حزمة ب10 دراهم، قال هذا لا يصح، لأن فيها جهالة، يختلف حزم الحطب بعدده، طوله، عرضه، نوع الحطب إلى آخره، فهذا فيه إيش؟ جهالة تفضي إلى المنازعة، إلا إذا عرف ضبط الطول والعرض والغلظ والعدد في الحزمة، فعندها يجوز لارتفاع الجهالة، لارتفاع الجهالة. ولا في الرطبة جرزا، ولا في الرطبة جرزا. الرطبة جمع رطاب، وهي في مصر تسمى البرسيم، عندنا في الشام تسمى الفصة، تستخدم هذه إيش علف كالعلف البقر والأغنام. قال ولا في الرطبة جرزا للتفاوت، لاحظ، إلا إذا عرف ذلك بأن يبين أو يبين طول ما يشد به الحزمة أنه شبر أو ذراع، فحينئذ يجوز إذا كان على وجه لا تتفاوت، لا تفاوت فيه، يفضي إلى المنازعة، يفضي إلى المنازعة. أين؟ قال ولا يجوز السلم. فهنا أحبابنا لابد من الانتباه أن لما قال ولا يجوز، ولا يجوز، ليس المعنى أنه لا يجوز السلم في الجلود أصلا وفي الحطب في الحطب أصلا، ليس المراد أنه لا يجوز فيها أصلا، بل لا يجوز بهذا العقد، يعني عددا في الجلود، حزما في الحطب، وفي الرطبة بالجرز. أما لو قدر بالوزن، لو قدر بالوزن وضبط الصفة، ضبط الصفة وقدر بالوزن، جاز. أنا مثلا أريد أن أشتري منك مثلا 100 كيلو جلد بقر بعد شهرين، صح أنه صار بالوزن، أنت تقصد بذلك الآن الوزن، مثلا 100 كيلو من الحطب الفلاني، حطب الزيتون، شجر الزيتون مثلا على فرض، يعني فلا حرج، صار مضبوط القدر والصفة، فيجوز. إذا هنا لابد من التنبيه، إذا ليس المراد بأنه لا يجوز أن السلم ممتنع أصلا، لا، ممتنع بهذا الوصف،
في الجلود عددا، وفي الحطب حزما، وفي الرطبة جرزا، أما بالوزن فيجوز. واضح أحبابنا إن شاء الله؟ قال ولا يجوز السلم حتى يكون المسلم فيه، لاحظ الآن هذا القيد ضروري وهام جدا، لا يجوز السلم حتى يكون المسلم فيه موجودا من حين العقد، من وقت العقد الذي أجريه بيني وبينك إلى حين المحل، يعني إلى وقت حلول تسليم المسلم فيه. حاصل هذا الكلام أنه يشترط وجود المسلم فيه في زمان العقد، في زمان، أو نقول في زمان العقد وزمان حلول أجل التسليم وما بينهما، وما بينهما. فإذا خلا، انقطع المسلم فيه، لا يصح عقد السلام، لا يصح عقد السلام. حتى لو كان منقطعا غير موجود يعني عند العقد، وموجودا عند المحل وقت التسليم، أو على العكس موجودا عند العقد غير موجود عند التسليم، أو منقطعا فيما بين ذلك، فيما بين وقت العقد إلى وقت التسليم، قال لا يجوز. فأنت الآن تريد أن تشتري بضاعة، تستوردها استيراد من خارج، أيا كان هذه البضاعة، تعطي البائع فلوسا أولا على أن يأتيك بهذه البضاعة بعد شهرين أو ثلاثة، وتقول هذا سلم، لا هذا ليس سلم. متى يكون سلما؟ إذا كانت البضاعة التي ستأتي بها استيراد تحققت فيها شروط السلم، وكانت موجودة في بلدك وقت العقد، وموجودة وقت تسليم البضاعة الآتية من الخارج، وبينهما أيضا كانت موجودة ما خلا السوق منها، عندها يجوز هذا الفعل. أما إذا خلا البلد من هذه البضاعة، هذا لا يسمى سلما، هذا لا يسمى سلما. فهمنا أحبابنا هذا الشرط؟ إذن هذا الشرط، ولا يجوز السلم حتى يكون المسلم فيه موجودا من حين العقد إلى حين المحل، هذا شرط هام. هذا طبعا حد الانقطاع، ما هو أحبابنا حد الانقطاع؟ ألا توجد هذه السلعة في الأسواق، وإن كانت موجودة في البيوت، وجودها في البيوت لا ينفي انقطاعها إذا كانت منقطعة في الأسواق. في الأسواق موجودة، العقد صحيح. انقطعت في الأسواق وهي موجودة في البيوت عند البعض أو عند الكل، قال السلم غير صحيح، لابد أن تكون موجودة في الأسواق تباع وتشرى. قال ولو انقطع بعد الاستحقاق، انقطع الآن المسلم فيه بعد الاستحقاق، الآن نريد تسليم، عملنا العقد وكانت موجودة البضاعة، اي نعم، انقطع الآن. قال خير رب السلم، من هو رب السلم؟ صاحب الفلوس. خير رب السلم بين انتظار وجوده، بين أن ينتظر وجود المسلم فيه والفسخ، وبين أن يفسخ العقد وأخذ رأس ماله. دور. فهمنا أحبابنا؟ في سؤال إلى هنا؟ الكلام كله واضح سيدي؟ إذن السلام من دولة ثانية لا يجوز؟ يجوز يا أستاذ، يجوز بشرط أن تكون البضاعة التي تأتي بها من الخارج من بلدة ثانية موجودة في بلدك من وقت العقد إلى وقت استلام البضاعة التي أتيت بها. قال ولا يصح السلام إلا مؤجلا، لا يصح السلام إلا مؤجلا، لأنه شرط رخصة دفعا لحاجة المفاليس،
حتى يسمى هذا البيع بيع السلام، يسمى بيع، يسمى بيع المفاليس. نعم يا أخي تفضل. عندي لأنه شرع رخصة. أنا ماذا قلت؟ شرط. شرط؟ أنا أخطأت، لا شرع، لأنه شرع رخصة، لأنه شرع رخصة دفعا لحاجة المفاليس. ولو كان قادرا على التسليم، لو كان قادرا على التسليم، يعني هذا المسلم إليه قادر على تسليم المسلم فيه في الحال، لم يوجد المرخص. يعني لو كان المسلم إليه قادرا على التسليم، تسليم المسلم إليه في الحال، ولم يذكر الأجل، نعم، لم يوجد المرخص. ما هو المرخص؟ ذكر الأجل، ذكر الأجل، والله أعلم. قال والأجل أدناه شهر، وقيل 3 أيام، وقيل أكثر من نصف يوم، والأول أصح هداية. قال ولا يصح السلم إلا بأجل معلوم، لأن الجهالة فيه في السلم، أو لأن الجهالة في الأجل، عفوا، لأن الجهالة في الأجل مفضية إلى المنازعة كما في البيع، فيكون عقدا فاسدا. ولا يصح السلم، لاحظوا هذا الكلام أحبابنا، لا يصح السلم بمكيال رجل بعينه. يعني أنا بعتك، أشتري منك، أو اشتريت منك 100 كيلو حنطة، 100 كيلو على فرض بعنا، اشتريناها بالكيلو سلما بأن تزينها بهذا الميزان، بهذا الميزان الخاص، أو مكيال، 100 مكيال، مكيال عبارة عن وعاء، إيه نعم، فبعتك، اشتريت منك 100 مكيال بهذا المكيال خاصة. قال لا يصح. ليه؟ قال لأن هذا المكيال قد يهلك، قد يسرق، فكيف، كيف؟ إلا إذا عرفنا مقداره، هذا المكيال يتسع إلى 2 كيلو، فعندها لا يضر. أما إذا جهلنا مقدار ما يتسع به هذا المكيال لا يصح. قال ولا يصح السلم بمكيال رجل بعينه، ولا بذراع رجل بعينه، إذا لم يعرف مقداره، أي إذا كان لا يعرف مقدار المكيال، وإذا كان لا يعرف مقدار الذراع، لا يجوز. لماذا؟ قال لأنه يتأخر فيه التسليم، يعني تسليم المسلم فيه، قد يتأخر تسليم، قد يكون السلم لمدة سنة، فربما يضيع هذا المكيال أو هذا الذراع، فيؤدي إلى المنازعة. أنت تقول المكيال الذي اتفقنا عليه يتسع إلى 3 كيلو، من؟ المشتري، رب السلام. المسلم إليه يقول لا، كان يتسع 2 كيلو، رب السلام يريد الزيادة، والمسلم إليه يريد النقصان، فتقع المنازعة. أما إذا عرف فيجوز. ليه؟ لأن المقدار صار مضبوطا، فلو تلف ذلك المكيال، تلف ذلك الذراع، اي نعم، نستطيع الاتيان بمثله وبنظيره. واضح ان شاء الله احبابنا. قال فربما يضيع فيؤدي الى المنازعة، ولا بد من ان يكون المكيال مما لا ينقبض ولا ينبسط، يعني لا يكون من جلد مثلا، كلما ضغطته يتسع، أو من مطاط، فلا بد أن يكون لا غير قابض، غير قابض للانقباض ولا الانبساط. قال كالقصاع مثلا، يعني أن يكون من خشب، من حديد إلى آخره. فإن كان مما ينكبس بالكبس كالزنبيل، الزنبيل عندنا تسمى قفة، وعاء هكذا كبير يصنع من جلد، وله يدان هكذا، له أذنان كالزنبيل. نعم. عندي كالصاع. لا، كالقصاع أخي.
ولا ينبسط كالقصاع، كالقصعة يعني، قصاع جمع قصعة، كالصاع. أيوة، ويقول تحنا هكذا القصاع في الهداية والنقل عنها. أما النسخ اللباب ففيها الصاع، ومعنى الصاع القصاع جمع تصعة معروفة وهي الصحفة. تمام، كذلك هنا صحف محص محقق الكتاب وغير. إذا كالقصاع، هي الظاهر أن الأصوب القصاع، ولكن لا بد من المحافظة على ما سجل المؤلف، يعني ما دون المصنف. بالقف مولانا، هل هنا في الكتاب التي بين يدي البلقاف كالقصاع، ولكن عندكم أنتم النسخة الصاع، وهذه النسخة الأصلية، الأصل مذكورة في الصاع، ولكن محقق الكتاب عندي غيرها. نعم، فالصاع قال كالصاع، الأصل الصاع أحبابنا يصنع من المعدن، الأصل الصاع يصنع من النحاس، أو ربما صنع من الخشب، يعني الأصل في الصاع أنه يصنع مما لا ينقبض ولا ينبسط، لذلك قال الشيخ كالصاع. تمام أحبابنا؟ ولكن لما كان الشيخ الغنيمي رحمه الله ينقل من الهداية، ارتأى محقق الكتاب وهو غير مصيب في هذا الأمر أن يغير العبارة ويثبت ما أثبته المرغناني. فهمنا أحبابنا المسألة؟ قال: فإن كان مما ينكبس بالكبس كالزنبيل والجراب لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ قال: للمنازعة أثناء التسليم، الرب السلم يريد أن يضغط فيتسع، والمسلم إليه لا يريد ذلك كي تقل الكمية المسلمة، إلا في قرب الماء للتعامل فيه، كذا عن أبي يوسف هداية. كيف قرب الماء؟ يعني كيف في قرب الماء؟ أن أشتري من سقاء، من يبيع الماء، من سقاء، كانوا يشترون الماء من سقاء. أشتري عندي احتفال حفلي، أنا مثلا حفل في اليوم الفلاني، أحتاج إلى قرب من الماء العذب الصافي، فاشتريت من سقاء 100 قربة من الماء. أي نعم، بهذه القربة وعينها، ما الحكم؟ قال: جاز البيع، جاز البيع. أي نعم، طبعا مقتضى القاعدة التي ذكرناها سابقا أنه لا يجوز إذا عين القربة إلا إذا كان مقدارها معلوم، والله تعالى أعلم. إلا في قرب الماء للتعامل فيه، كذا عن أبي يوسف. قال: ولا في طعام قرية بعينها، كذلك لا يصح، لا يجوز السلم في طعام قرية بعينها. وذكرنا أكثر من مرة أن المراد بالطعام إذا أطلق يعني الحنطة. اشتريت منك 100 صاع حنطة من هذه القرية، من حنطة هذه القرية. أي نعم. لا، ما الحكم؟ قال: لا يصح. ليه؟ قال: لعلها الحنطة المزروعة في هذه القرية أن يعتريها آفة فلا تنتج ولا حبة قمح. ولا في طعام قرية بعينها، ولا في ثمرة نخلة بعينها، أو بستان بعينه، أو حديقة بعينها، إلى غير ذلك، لأنه ربما يعتريه آفة فتنتفي قدرة التسليم، إلا أن تكون النسبة لبيان الصفة، كما قلت عندكم، عندنا في الشام يقال الحنطة الحورانية ولها صفة معينة، أو الحنطة الجزيرية، أو الحنطة مثلا الإسكندرانية هنا في مصر، إلى آخر ذلك. مولانا، نعم يا أخي تفضل. لو قال يعني من هذا البستان، ولكن يعني إذا انعدم تأتي من أي بستان شئت يعني. لا يصح، لا يصح. إذا حدد لا يصح.
إلا انتبه كما قلنا إلا أن تكون النسبة لبيان الصفة، يعني عرف هذا البستان تنسب إلى هذا البستان. يعني أعطيك مثال، هناك نوع من الفاكهة مثلا تزرع في بلد ما، في مصر ما، لتكن في دمشق مثلا، فصار يقال مثلا هذا التفاح عندنا مثلا في الشام نوع من أنواع التفاح المذاق طيب في منطقة تسمى الزبداني عندنا، فصار التفاح ينسب لها، ينسب لها. فإذا نسبنا التفاح قلت لك تفاح زبداني مثلا أو تفاح دمشقي، أريد بذلك التفاح كالتفاح الدمشقي، كالتفاح الدمشقي لا حرج في ذلك. أما إذا قصدت لا تفاحا تنتجه دمشق لا يصح. تمام شيخنا؟ نعم ولنا شكرا. فإذا أرادوا بذكر النسبة هنا التخصيص لا يصح، أما إذا أرادوا التمثيل تمثيل، يعني أنا أريد تفاح كالذي يخرج من دمشق، كالذي يخرج من القاهرة إلى آخر ذلك. قال ولا يصح ولا في طعام قرية بعينها ولا في ثمرة نخلة بعينها، لأنه ربما أنا قرأنا هذا الكلام، قال إلا أن تكون النسبة لبيان الصفة لا لتعيين الخارج، فتنبه. إينا. قال ولا يصح السلم عند سيد أبي حنيفة رضي الله عنه إلا بسبع شرائط تذكر في العقد، تذكر في العقد، هذا عند سيد أبي حنيفة. إينا. وهي جنس معلوم، الشرط الأول، كحنطة أو شعير، اشتريت منك حنطة شعيرا تمرا ثيابا أقلاما، لابد من تحديد الجنس، أما تقول اشتريت شيئا ما دون أن تحدد الجنس ما يصح، هذا فيه جهالة. ونوع معلوم، لاحظ قال كحوراني، عندنا معروف الحنطة الحورانية، هذا المؤلف دمشقي الشيخ عبد الغني الغنيمي الميداني، أو بلدي كذلك نقول حنطة بلدية، نقول عندنا مثلا زيت بلدي، فحدد نوع معلوم. وصفة معلومة كجيد أو رديء لابد كذلك، هذه كلها شروط لابد من توافرها. ومقدار معلوم ككذا كيلا أو وزنا، وأجل معلوم، وتقدم أنه أن أدناه شهر، أدنى هذا إيش شهر. ومعرفة مقدار رأس السلم، أحبابنا الشروط الأربعة الأولى، أربعة الشروط الأولى، الأول والثاني والثالث والرابع، هذه الشروط الأربعة تشترط في كل من رأس المال والمسلم فيه، في كل من رأس المال والمسلم فيه. هنا فما يجوز كونه مسلما فيه يجوز أن يكون رأس سلم. هنا فلا بد أن إذا هذه الشروط لا بد أن تكون متوفرة في ماذا؟ في المسلم في رأس المال وفي المسلم فيه. هنا قال ومعرفة مقدار رأس المال إذا كان رأس المال مما يتعلق العقد على معرفة قدره، ومعرفة يعني ذكر مقدار رأس المال إذا كان رأس المال مما يتعلق العقد، يتوقف العقد على معرفة قدره، وذلك كالمكيل والموزون والمعدود، يعني وذلك أن يكون الثمن، يعني رب السلام يدفع الثمن من المكيلات أو الموزونات أو المعدودات المتقاربة، فيشترط
معرفة كم كيلا هو هذا الثمن، أو كم وزن هذا الثمن، أو كم عدده. فلو قال رب السلام: أسلمت إليك هذه الصبرة من القمح مثلا أو الشعير، هذه الصبرة، ولم يعرف المسلم إليه قدرها، لا يجوز عند الإمام أبي حنيفة، لا يجوز، واضح؟ أما الصاحبان فقال يجوز، نكتفي بالإشارة، يكتفى بالإشارة. هذا معنى إيش قوله: ومعرفة مقدار رأس المال إذا كان مما يتعلق العقد على قدره كالمكيل والموزون والمعدود. يعني إذا كان الثمن، هذا تقدير الكلام، إذا كان الثمن الذي سيدفعه رب السلم مكيلا أو موزونا أو عدديا متقاربا، واضح أحبابنا؟ أما لو كان رأس المال مما لا يتعلق العقد بقدره، مما لا يتعلق العقد بقدره من المذروعات والعدديات المتفاوتة، قال لا يشترط معرفة قدره، بل يكتفى بإشارته، بالإشارة إليه بالإجماع، بالإشارة إليه بالإجماع. قال: بخلاف الثوب والحيوان، يعني بخلاف ما لو كان رأس مال السلم ثوبا، بخلاف ما لو كان رأس مال السلم ثوبا، وبخلاف ما لو كان رأس مال السلم حيوانا، هذا تقدير الكلام، بخلاف الثوب والحيوان فإنه يصير معلوما بالإشارة اتفاقا، فلا يشترط معرفة مقداره، فلا يشترط معرفة مقداره. والسابع: تسمية المكان الذي يوفيه فيه إذا كان له، أي المسلم، أي المسلم فيه حمل ومؤنة، أي كلفة، يعني إذا كان نقله يحتاج إلى أجرة ونحوه لثقله، لا بد كذلك من ذكر المكان، لا بد من ذكر المكان. وأما ما لا حمل له ولا مؤنة فلا، يعني لا يشترط أن يذكر، أن ينص، أن يبين مكان التسليم، ويسلمه حيث لقيه في المكان الذي يلتقيان فيه. وقال أبو يوسف ومحمد: لا يحتاج إلى تسمية رأس المال، لا يحتاج إلى تسمية رأس المال إذا كان معينا، إذا كان معينا بالإشارة إليه كما قلنا قبل قليل، وبالتالي فلا يحتاج إلى تسمية قدره، لأن المقصود، لأن المقصود يحصل بالإشارة، لأن المقصود من ذكر مقدار رأس مال السلم، إيه نعم، ما هو المقصود من ذكر رأس مال، مقدار رأس مال السلم، ما هو المقصود؟ لأن المقصود، تقدير الكلام هكذا، لأن المقصود من ذكر مقدار رأس مال السلم يحصل بالإشارة. يسأل النساء الآن: ما هو المقصود من ذكر مقدار رأس مال السلام؟ المقصود هو القدرة على التسليم، أذكره كي أكون قادرا على تسليمه. قال: هذا المقصود يحصل بالإشارة، هكذا قال الصاحبان، يحصل بالإشارة إلى العين، فيغني ذلك عن الإخبار وعن معرفة المقدار. قال: لأن المقصود يحصل بالإشارة، فأشبه الثمن، يعني أشبه الثمن في البيع، أشبه الثمن في البيع، يكفي الإشارة إليه، وصار فأشبه الثمن والأجرة، الثمن في البيع والأجرة يعني في الإجارة، وذلك إذا جعل المكيل أو الموزون ثمن المبيع. أنا مثلا، أنت قلت لي: بعني هذا القلم بصاع من حنطة، وأشرت إلى الصاع، ما الحكم؟ يصح، صار متعينا بالتعيين. فهكذا يقول الصاحبان، قال: فأشبه الثمن يعني في المبيع، فيما لو جعل المبيع المكيلة
أو الموزون ثمن المبيع، أو جعل المكيلة أو الموزون أجرة العقار مثلا، جاز وإن لم يعرف مقداره، مقدار المشار إليه. فكذلك يقولان ينبغي أن يكتفى بالإشارة في رأس المال، في رأس مال السلم. إنا قالا وصار كالثوب، يعني صار هذا كما إذا كان رأس المال ثوبا، فإن الإشارة فيه تكفي بالاتفاق، وإن لم يعرف مقدار كم ذراع هو، وإن لم يعرف كم ذراع هو. قال ولا يحتاج أيضا إلى تعيين مكان التسليم، هكذا قال الصاحبان، وإن كان له حمل ومؤنة ويسلمه في موضع العقد لتعينه للإيفاء لوجود العقد الموجب للتسليم فيه، ما لم يصرفاه باشتراط مكان غيره. قال في التصحيح واعتمد قول الإمام النسفي وبرهان الشريعة والمحبوبي وصدر الشريعة وأبو الفضل الموصلي. قال الاسبجاري في شرحه وها هنا شروط أخرى أغمض عنها صاحب الكتاب يعني الشيخ القدوري، وهي ألا يشتمل البدلان على أحد وصفي علة الربا، لأنه يتضمن ربا النساء فيكون فاسدا. أراد بهذا ألا يكون رأس المال ألا يشتمل البدلان على أحد وصفي علة الربا. البدلان يعني رأس مال السلم والمسلم فيه، ألا يشتمل البدلان رأس مال السلم والمسلم فيه على أحد وصفي علة الربا. ما هي علة الربا عندنا؟ الكيل والوزن مع الجنس، تمام أحبابنا؟ فأراد ألا يكون رأس المال، الشرط ألا يكون رأس المال مكيلا مثلا، رأس المال مكيل والمسلم فيه مكيلا، فكان بيع كيل بكيل، أو موزونا بموزون، وأن لا يكونا متحدين في الجنس، كأن يكون رأس مال السلم حنطة والمسلم فيه حنطة، فلا يجوز هذا. هذا معنى قوله أن لا يشتمل البدلان على أحد وصفي علة الربا. فهمنا أحبابنا هذه العبارة واضحة؟ ننتقل إلى غيرها؟ نعم مولانا. وأن يكون المسلم فيه، الشرط الثاني، أن يكون المسلم فيه مما يتعين بالتعيين حتى لا يجوز السلم في الدراهم والدنانير. ما هي صورة السلم في الدراهم والدنانير؟ أن أقول لك مثلا أسلمت إليك 10 أذرع من كرباس في 10 دراهم أو 5 دنانير، يعني أنا أعطيك الآن 10 أذرع على أن تعطيني أنت دراهم في قادم الأيام، تمام؟ فهذا السلم الآن في الدراهم والدنانير لا يجوز. طيب يا أستاذ، على فرض حصل، ماذا نفعل؟ عندنا قولان، قول بأن هذا العقد باطل، وقول لا، هذا العقد صحيح ولكن ليس بيع سلم، هذا بيع مؤجل، بيع بثمن مؤجل، بيع بثمن مؤجل. ليه؟ قال تصحيحا لتصرف هذين العاقدين المكلفين العاقلين. إيه؟ أما لو أسلم 10 دراهم مثلا، يعني 100 درهم، أسلم 100 درهم، إيه نعم، ب100 درهم، أنا اشتريت منك 100 درهم الآن، تعطيني إياها بعد شهر وأعطيتك 100 درهم أو بدنانير، لا يجوز بالإجماع، لا يجوز بالإجماع. قالوا أن يكون العقد باتا، أن يكون عقد السلم باتا،
ليس فيه خيار شرط لهما أو لأحدهما. أي نعم. لماذا أحبابنا؟ قال علماؤنا: لأن من شروط صحة السلم أن يقبض المسلم إليه صاحب السلعة المباعة رأس المال قبل أن يرافقه رب قبل أن يفارقه رب السلم ببدنه. فوجود خيار الشرط لهما أو لأحدهما ماذا يمنع؟ يمنع تمام القبض، لأن خيار الشرط ماذا يمنع؟ يمنع من الانعقاد، كما مر معنا، يمنع من الانعقاد في حق حكمه، في حق الحكم الذي هو الملك. واضح الكلام؟ قالوا: أن يكون العقد باتا ليس فيه، فقوله ليس فيه خيار تفسير لقوله باتا، ليس فيه خيار شرط لهما أو لأحدهما، انتهى. وتقدم في الربا أن القدر المحرم، أن القدر المحرم إنما هو القدر المتفق، القدر المتفق. فتنبه، القدر المتفق فتنبه. ذكر سابقا، نعم لعله تقدم معنا، أن بيع موزون بموزون إنما هو القدر المتفق، يعني مكيل بمكيل، موزون بموزون. أما لو باع موزونا تمام، القدر المتفق مكيل، نعم، كبيع موزون بموزون أو مكيل بمكيل. فمن باع موزونا بموزون أو مكيلا بمكيل لا يجوز إلا مع التقابض، بخلاف المختلف كبيع موزونا بمكيل نسيئة فهو جائز، فهو جائز. أين؟ قال: ولا يصح السلم حتى يقبض المسلم إليه، لا يصح السلام حتى يقبض المسلم إليه. من هو المسلم إليه؟ صاحب السلعة التي ستباع، رأس المال قبل أن يفارقه، وذكرنا هذا قبل قليل، أن قبل أن يفارقه رب السلم ببدنه. قال: وإنا ما في مجلسهما أو أغمي عليهما من الفرحة مثلا، أو أغمي عليهما، أو سارا زمانا لم يبطل كما يأتي في الصرف. هنا واضح إن شاء الله أحبابنا. قال: ولا يجوز التصرف في رأس المال، ولا يجوز التصرف في رأس المال، في رأس مال السلم، لا يجوز التصرف في رأس مال السلم. يعني أنا مثلا، انتبه علي يا أخي، أنا الآن جئت إليك فقلت لك أسلمت إليك بمئة درهم مئة صاع من حنطة، والمئة درهم ما زالت معي. جاء رجل إليك وأنت المسلم إليه، له في ذمتك مئة درهم، يطالبك، فقلت له: خذ المئة من فلان، لقد اشترى مني سلما بمئة درهم. هل يجوز له ذلك؟ لا يجوز له أن يتصرف برأس مال السلم قبل أن يقبضه. حان الآن وقت استلام الحنطة التي اشتريتها منك سلما. جاء شخص وقال لي: عندك حنطة؟ أريد حنطة أنا أشتري من عندك. قلت: اذهب وخذ من فلان مئة صاع حنطة. لا يجوز لك أن تبيعها قبل أن تقبضها. قال: ولا يجوز التصرف في رأس المال بالنسبة للمسلم إليه، ولا في المسلم فيه بالنسبة لرب السلام. اكتب هذا: في رأس المال بالنسبة للمسلم إليه، في السلم في ولا في المسلم إليه بالنسبة لرب السلام.
أنا أكتب هذه الأشياء أحبابنا على الكتاب لأنه في قادم الأيام سأسألكم عنها عندما نجري امتحان إن شاء الله تعالى. الله. قال قبل قبضه، يعني قبل أن يقبض رب السلم المسلم فيه، وقبل أن يقبض المسلم إليه رأس المال. أما الأول التصرف في رأس المال بالنسبة للمسلم إليه فلما فيه من تفويت القبض المستحق بالعقد، وهذا حق الشرع، القبض المستحق بالعقد هذا حق الشرع، وهذا حق الشرع، فلا يملك أحد إسقاطه، هذا حق الشرع، فلا يملك أبدا أحد إسقاطه. وأما الثاني الذي هو التصرف في المسلم فيه، فلأن المسلم فيه مبيع، والتصرف فيه في المبيع قبل القبض لا يجوز. إذا قال ولا تجوز الشركة ولا التولية، لا تجوز الشركة ولا التولية ولا المبارح المرابحة ولا الوضيعة في المسلم فيه قبل قبضه، لأن هذا كله نوع تصرف فلا يجوز. قال لأنه تصرف فيه قبل قبضه. إذا أنهينا الآن الحديث عما لا يجوز السلم فيه وعن شروط السلم، الآن شرع في بيان ما يجوز فيه السلم. نقف هنا والحمد لله رب العالمين، ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بأسرار الفاتحة.